مرحبا بكم في سبور إكسبريس. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم تأجيل النظر في ملف تدوينات هلال الشابة بعد توجيه دعوة الكاتب العام للفريق والكاتب العام المساعد. اليوم أحضر محامي الفريق لطلب التأجيل للإطلاع على الملف. نذكر أنه تم دعوة هلال الشابة للاستماع اليوم بخصوص 12 ملف تأديب منهم 11 تدوين على صفحة الرسمية للفريق على فيسبوك في الفترة ما بين 1 جويلية و 12 أكتوبر 2022، بالإضافة الملف في خص التعليق على مباراة هلال الشابة والنادي البنزرتي. قالت إدارة النجم الساحلي تجميد نشاط كل عضو يقوم بعمل سياسي أو عنده انتماء حزبي، وتقرر زادة تكوين لجنة للرقابة على كل العمليات الخاصة بتسويق الاشتراكات وتذاكر المقابلات في كل الفروع. اللجنة هذه يترأسها منذر الشلي. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في كرة القدم يلعب حاليا مباراته الثانية في الدورة الترشيحية للكان، الدورة الخاصة بمنطقة شمال أفريقيا ضد نظيره الليبي. شوط الأول من المقابلة وفي بنتيجة التعادل 0-0، حاليا نفس النتيجة في توقيت 49 دقيقة لعب. نذكر أنه المنتخب تعادل في المقابلة الأولى مع المغرب 0-0، وليبيا تعادلت مع الجزائر 1-1، وفي المقابلة اللي تلعبت اليوم المغرب ربحت الجزائر بنتيجة 2-0. تعينت حكام مقابلة البراج لسد الشغور في الرابطة المحترفة الثانية نهار الأحد مع ماضي ساعتين ونص في قرب سكاك الحديد صفاقس أولمبيك مدنين. الحكم محرز الماكي في بوفيشة كوكب منزل النور مستقبل محمدية بإدارة الحكم أحمد الذوادي. لاعب آخر يتأكد غيابه رسميا على كأس العالم وحارس مرمى المنتخب الفرنسي والميلان مايك مينيون اللي باش يرتاح لمدة شهرين بسبب الإصابة. أعلن فرانك ريبيري اليوم اعتزاله كرة القدم في عمر 39 عام بعد مسيرة مميزة أبرز محطاتها أولمبيك مارسي ميتز والبايرن وآخرها ساليرنيتانا الإيطالي فريق ديلان برون. مسيرة ريبيري حقق فيها 24 لقب منهم 22 مع البايرن ولعب نهائي مونديال 2006 وتم حرمانه من البالوندور سنة 2013 وقت اللي جاء ثالث بعد كريستيانو وميسي رغم تحقيقه الخمسة ألقاب في سنة 2013 مع البايرن. متوسط ميدان البارسا جافي تحصل اليوم على جائزة الفتى الذهبي الجولدن بوي اللي تعطيها صحيفة توتو سبور الإيطالية أيام فقط بعد حصوله على تروفي كوبا من قبل فرانس فوتبول. أبرز المقابلات اليوم خارج تونس في فرنسا 8 أجاكسيو ضد البي اس جي، في إيطاليا 8-4 يوفي ضد إمبولي، وفي ألمانيا 7.5 ماينز يواجه كولن فريق إلياس الصخيري. نرجع مرة أخرى لمباراة تصفية الكان، كان الأواسط ما بين تونس وليبيا، المقابلة وسط توقيت 51 دقيقة لعب ما زال فيها تعادل 0-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.